كنسلم على الرئيس ديال جامعة مديونة الباشا ديال مديونة. شنو واقع دابا هنا؟ شنو واقع؟ هذا سميت البلاصة خميس مديونة. خميس مديونة. ما عم توصلت اليوم؟ شنو قال لكم واش تحيدوا تمشوا للرحبة ولا تحيدوا هنا؟ قال لكم غادي تمشوا طلعوا للرحبة الفوق للسوق الكبير تمشي ماشي مشكل. غنرجع للكوري. فين عندك؟ غادي نرجع للكوري. سيدي جيسو منين انتوما؟ لا من ولد زيان. وي راه النهار الأول جا عندهم السيد عامل ديال عمالة إقليم مديونة. السيد عامل ديال عمالة إقليم مديونة والسيد الباشا كيرحب بهم. جابوا لهم الباريال. حسوا هادشي على جماعة مديونة. جابوا لهم الباريال. أسوأ. جابوا لي التعقيم مع اللي من البلايك الرايات تصاور ديال سيدنا الله ينصرو. دابا كيقول لي مشيو غادي تريبو ما عرفوش هاد الناس فين غادي يمشي. دابا يجاوبوا هاد الناس يقولوا لي فين غادي تمشي والناس اللي شاريه حوالي ديالهم وين غتمشي. كثيرتهم كيحطوا كل عام كل عام ديال كل عام كل عام هاد السيد راه هو كسابه هو حريف كل عام يحضر هادشي اللي كاين نهار عرف الناس يبغوا يشدوا الحوالي ديالهم فين غادي يمشيو ولا واحد غيديهم فين غيغبطوا عليه وعطي 4000 عربون غيمشي لي حولي منين غيخلصوا دابا السيد غيعيط لي يجي يدي حولي منين غيخلصوا اللهم انا دا منكر هاد الناس هادو راه كيحلموا بالليل كيفيقوا الصباح كيطبقوا علينا هاد القوانين ما فهمنا والو نقدروا نهزوا ونزيدوا بحالهم ونخليهم مالي عاودوا المشاكل كامله غتحملوا القي راه غنتحملوا شي بعد ما يخلص داعس شحال ديال الحولي بعدهم غادي ياسكم الدراري بعدهم شحال ديال الحولي مخلينا حنا لينا هنا غنديروا الموالي قال لي عندك 4000 قال لي عندك 5000 قال لي عندك 6000 غادي نضروهم راه غادي تولي مشاكل كثر ماشي هو الحل هو قالوا على شحال عطينا خمس ايام ولا يومين تكملوا شغل الموالي وراه اليوم شي 15 يوم هما هضروا معكم ما هضر معنا تا جاونا ديريكت واداوا الواجب للجماعه وفي الاخر كيتفاجئوا بقرار عشوائي لا يمت لا يمت للصيله للطومين بشي حاجه واش بالله عليك واحد شحال يحولي ب 4000 درهم ولا 3500 درهم عاطي فيه العربون كيمشي نهار غيجي فين غيلقى ما عندنا حتى شي حاجه حنا غنديو الحواله وغنمشيو بحالاتنا وراه المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم راه السيد القائد والسيد الباشا والسيد العامل والسيد الرئيس كنحملوكم المسؤوليه ديال الخساره ديال هاد الناس هادو راه شلا فلوس مخسوره شروط السلامه كامله كنتوفروا عليها في السوق السوق مقوم على اعلى مستوى النهار الاول قلنا ما تحطوش اخويا سيروا حيدوا ما كاينش العيد غير العيد بصفه رسميه ماشي تجي تقول الناس راه كاين العيد وعاد شويه يبيعوا الناس حوالاهم والناس كتمشي تسلف وشلا فلوس وكتجي تفاجئ بقرار عشوائي كيتاخذ بكرف قسمين كتاخذ مصير ديال امه فين يمشيو هاد الناس هادو يمشيو اغريسيو نم الناس عاطيه فلوسه وعاطيه رزقه جينا الرحبه اخويا الرحبه فيها اثمنة خياليه ديال البلاصه بغيت تشكري بلاصه كيطالبوك بثمن خيالي وهادشي على مرأة ومسمع المسؤولين شحال هو شحال كيطلب اللي كتوصل حتى ل 10000 درهم 10700 درهم بزاف ديال الكرا ديال البلاصه باش تحط بلاصه باش غادي تشكري بلاصه ب 10000 10200 درهم شحال غنبيعوا هاد الحولي حنا غنبيعوا ب 6 مليون لهاد المواطن طيب شي خلاصه الكلام اخويا مديونه عشوائيه الناس ديال مديونه ما واخدينش حقهم اي قرار عشوائي كيطبق على الساكنه ديال مديونه والحواله راه مالهم يمشيو ديكلاريو في كوميساريه راه ما كاينينش راه مشاو الحواله ولكن باش نتفادى هذا التشبيع وتشري فيه راه هذا الشيء عيب وعار هذا الشيء عيب وعار عاش المولى مقصورا في
الفلوس ديالهم ولا مشي لينا كلشي جمعت علينا جوقه ديال عباد الله تسميه ديال البشر شاري عندنا الحولي كلشي باغي يخرجوا في الساعتين ديال النهار جابوا لينا كلشي جابوا المخلاو لينا الماء دخلوا لنا الضوء دخلوا لنا كلشي حتى واحد شويه قالوا جيو غنحيدوكم من هنا عطاونا ساعتين حنا عندنا التميه ديال الغنم واش ساعتين غادي نخرجوا بهذا التميه ديال الغنم ما يمكنش ياك الربعه تحيد منها علمونا بيومين ايام ايام من حقكم نحيدوها السبب قالك زاحمتوا الطريق زاحمتوا الناس زاحمتوا درتوا الريحه كذا حنا ديما كنحطوا لنا حتى 20 عام وحنا كنحطوهم السلام عليكم الخوت راه حنايا معلفين الغنم وخاسرين عليه الفلوس والناس كتعطي العربون 500 درهم الغنم ديال بني مسكين مديونه في اقليم مديونه حطينا هنا حنا شي سيمانه جاو دابا قالك حيدو كاين اللي عاطي 10000 يلا كيتسلى باش يكمل الحولي ديالو عيطنا لي باش يجي يديه قال لك ما عنديش كيفاش غنجي ندير قال غنسمح انا ما غاديش نعيد دابا عندنا 300 ديال الحولي ما عندناش فين غادي نديوها دابا الا بغاونا نتربجوا راه حنا غادي نتربجوا وكل شيء غادي يضيع والمواطن كيضيع معانا هاد الناس راهم جاو ظلموا علينا راه حنا هادشي اللي ماشي حق وحنا دابا معلفين وكثرنا مالي العلف والناس كيمشيو عندنا ثاني ليله عرفه هذا كنفركتوا الحولي وعاش محمد ساتت عاش الملك عاش محمد ساتت هادشي راه ماشي حق وراه ماشي معقول احنا بني مسكين احنا بني مسكين قليل مسطات احنا دابا حطينا في سيمانه ونطلبوا الله تعالى وجلاله الملك هادشي راه ماشي معقول ما هضروا معنا في الاول قبل نبنيو ويقولوا لنا ما تحطوش الا كان حق الله يتقال قبل نبنيو وما نحطوش هادشي في ساعه ساعتين احنا خا نكونوا عندنا البرق ما يمكنش عاش سيدنا